السلام عليكم، بخير الاخوان، كي دايرين؟ انيين، كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. واليوم فيديو جديد ان شاء الله. فيديو صورته حيت كان اليوم عندي الوقت، صورته برا الشارع. يما انا هضرت لكم على هذوك الملابس المستعمله، راك ما عارف ان هذوك الكليات اللي كيدخلوا المغرب كاين ولاو حتى ولاو زينات، ولاو جوج وزينات في الناظور اللي كيشريو كيستوردوا ذوك الحوايج المستعمله اللي كتدخل من اوروبا. المهم كيصبنوهم وينقيهم وكيوليو يتباعو، حتى هما كيوليو يصدروهم، حيت كيكونوا غالبا حوايج ديال ماركات معروفين وداكشي. وكاين اللي كيبغي كيعجبوه الماركات اللي كيكونوا مشهورين، ماركات دولية اللي كتكون تاني الحوايج كتكون فيها، كتكون حوايج مزيانة هادي كاليتي. اليوم صورت لكم فيديو مهم، فيديو قصير مختصر ولكن فيه معلومات جد 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 مهمة تستافدو وتعرفو الأصل منين كيجيو دوك الحوايج. حاولت ما امكن نديرو، ما نكثرش عليكم حيت كاين اللي ما كيبغيش الفيديوهات يكونوا طوال بزاف وكيبقاو زابي. والله هما الواحد كل ما كان داكشي مختصر ومفيد الواحد كيستافد. كاين الناس اللي في المغرب عايشين في المغرب ولكن ما كيعرفوش منين كيجيو ديك الحوايج. هنا انا نوريكم كاين صورت، المهم داكشي باين ونتمنى انكم تستافدوا ويعجبكم ان شاء الله. وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا للناس اللي كيتسجلوا جداد في القناه ديالي واللي كيخليو تعليق. شكرا لكم بزاف بزاف. كنشكر الاخ عبد النبي، راه المهم راه شاف الفيديو راه عارفني كيهضر وصافي. الله يعاونكم، تهلاو في راسكم وشكرا. السلام عليكم، بخير الاخوان، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. هنا غادي نصور لكم واحد، المهم انا في اسبانيا هادي اللي كتحاشاكم كاين دوك ديال الزبل بحال هادو، هادي اللي كتشوفو ديال الزبل، هاهما هادو مدفونين في الارض. هادي خاصة بالجاج، كتجي كتلوح وكيهبط داكشي. هادي خاصة بالكرتون، هانتوما شوفو، هادي خاصة بالبلاستيك وخاصة داكشي ديال الكونسيرف ديال الحليب، الكرتونات ديال الحليب. هاهما داير لك هنا نور ريستيس دي منجار، داكشي ديال الماكلة ما تلوحوش، كارطون ما تلوحوش، الحوايج ما تلوحوش هنايا. وهذه الغريب، هذه خاصة ب هانتوما، هذه خاصة بالحوايج، الروبا، الروبا يعني الحوايج، كاسات يعني الصبابط، كومبليمنت، كومبليمنت يعني داكشي ديال العيالات، داكشي اللي كيديرو فودنيهم وداكشي اللي كولي وداكشي. هنا كتجي كتلوح، هانت كتلوحو كدفعها وكيمشي كيتخشو. لا كتحطوه هنا، تحط الحوايج داكشي اللي باغي كديرو في ميكا، كديرها صافي راه هبط مشى صافي كتسد. كيجيو كاين جمعيات كيجيو كيغسلوهم، تيغسلوهم كيصبنوهم وينقيوهم ويطويوهم وكيعطيوهم كيديهم. كاين دي بوتيك اللي خاص بالناس اللي مثلا الدخل المحدود كيمشيو يشريوهم من تما. لا كانت جاكيطه مثلا كدير 200 اورو تمشي تما تشريها 10 اورو 15 اورو. هذه عمليه من عمليات التضامن اللي كاين هنا في اسبانيا، ماشي في اسبانيا، الغرب كله بصفه عامه، اوروبا كامله كيديروا هذا الشيء باش كيكون هذا هو المجتمع اللي تيكون متضامن، اللي كيتسمى متضامن. هنا الحوايج كيجمعوهم كيجمعوهم وكيديوهم، وراه هما اللي كيدخلوا للمغرب. دوك الكليات اللي كيدخلوا، هما اللي كيدخلوا للمغرب. كنظن داكشي اللي كيشيط عليهم كيتباع، كيبيعوه، كاين شي واحد ربما كيشريه، كاين شي واحد ربما كيشريه وكيبيعوه كيصدروه للدول الفقيره. هادشي اللي كاين، باش كان عاد تاني كيكون داك الريسيكلاز باش ما تكونش حالو 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 حالو. داك انت ملي كتشري حوايج ديال اوكازيون كتساهم في الحفاظ على البيئه. هو هذا الاخوان، كنتمنى ان الفيديو يعجبكم. شكرا للمشاهده ديالكم والله يعاونكم. سلام.